الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتور أحمد عطية الدهشان، رئيس الجمعية الطبية العمومية للتغذية والباحث في العلوم الطبية الحيوية في اسطنبول. نتكلم معاكم عن موضوع مهم جدا وشيق جدا وناس كتيرة جدا ما تعرفش فيه، عشان كده قررنا وحتى ما جينا عملنا البحث بتاعنا لقينا المعلومات ناقصة أو غير كاملة، علشان كده قررنا إن احنا نلم المعلومات الكاملة بشكل مبسط، بحيث إن أنت تقدر تفهم هذه المعلومات بشكل بسيط وتقدر إن أنت بشكل مبدئي يبقى عندك تصور مبدئي لتشخيص حالات العدوى. او حالات العدوى نقول ان ده مريض بيجي لنا العياده عنده سخونيه ووجع بالجسم كله وعنده اعراض على حسب المكان. كده النقطه رقم واحد، العدوى دي قد تكون عدوى بكتيريه وقد تكون عدوى فيروسيه. طب هي بنشخص العدوى البكتيريه ان العدوى البكتيريه بيصاحبها صديد، اما العدوى الفيروسيه لا يصاحبها صديد الا في حاله واحده، لو صاحبها عدوى بكتيريه. يعني في الاجهزه المختلفه نعرفها ازاي؟ نعرفها بكل بساطه، الاجهزه المختلفه يعني مثلا اما العدوى تبقى في الجهاز البولي، تبقى في الجهاز الهضمي، تبقى في الجهاز التناسلي، تبقى في الجلد، تبقى في الجهاز التنفسي. عدوى الجهاز البولي بنقول ان في حرقان في البول، بنقول ان في صديد في البول. عدوى الجهاز البولي بنقول ان في حرقان في البول، بنقول ان في صديد في البول. لما نيجي نتكلم عن عدوى الجهاز الهضمي نقدر نقول ان في اسهال وترجيع كريهه بالفم. لما نيجي نتكلم عن عدوى الجهاز التناسلي نقدر نقول ان وجع بالاعضاء التناسليه وافرازات من الاعضاء التناسليه سيئه. لما نيجي نتكلم عن عدوى الجلد بيبقى معاها احمرار وبقع بالجلد وخراج بالجلد. كده نكون خلصنا عدوى البكتيريا. لما نيجي نتكلم دلوقتي عن عدوى الفيروسات نقدر نقول ان عدوى الفيروسات لا يصاحبها صديد، ولو صاحبها بيصاحبها فقط في حاله حاله ان يكون معاها عدوى بكتيريه. بعد كده نتكلم عن عدوى الديدان، دي غالبا بيصاحبها نقص في الوزن ووجع في البطن واسهال، وفي بعض الحالات وارتباط عدوى الديدان مع الانيميا غالبا بتكون اكثر انتشارا عند الاطفال.